هذا وأصدر الوفد الأممي لرؤساء منظمات اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والصحة العالمية في ختام زيارته لليمن تقريرا عن الكارثة الإنسانية الصحية التي تواجه اليمن جراء استمرار العدوان والحصار. بعد زيارة استمرت يومين، أفصح الوفد الأممي لرؤساء منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والصحة العالمية عن حجم الأزمة الإنسانية والكارثية الصحية التي تواجهها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار. الوفد أكد أن تفشي الكوليرا في اليمن يعد الأسوأ على الإطلاق خلال أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم، مؤكدا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تسجيل 400,000 حالة يشتبه بأنها كوليرا وما يقارب 1900 حالة وفاة مرتبطة بتفشي هذا الوباء، فيما أصيبت المرافق الصحية والمياه الحيوية بالشلل نتيجة أكثر من عامين من العدوان وما خلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض. الوفد الأممي الرفيع أكد أن اليمن على حافة المجاعة، حيث يعيش أكثر من 60% من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم القادمة، كما يعاني مليون طفل من سوء التغذية الحاد الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا، فيما تؤدي الأمراض لزيادة سوء التغذية، وهذا المزيج في غاية القساوة. دفع عن زيارته لأحد المستشفيات ومشاهدة الأطفال يعجزون عن تجميع قواهم من أجل التنفس، كما لاحظ الوفد حجم الأضرار والدمار الذي تعرضت له البنية التحتية الحيوية من مرافق الصحة والمياه، ولفت إلى استمرار الكثير من العاملين الصحيين في عملهم رغم حرمان أكثر من 30,000 عامل في مجال الصحة من رواتبهم منذ أكثر من 10 أشهر، كغيرهم من موظفي اليمن في المحافظات الشمالية والغربية، مؤكدا ضرورة أن تدفع رواتب العاملين في مجال الصحة بأسرع وقت ممكن حفاظا على حياة المواطنين. وأشار الوفد إلى أن الوضع لا يزال خطيرا، حيث يصاب بالمرض يوميا الآلاف، ومن الضروري بذل الجهود المستدامة لوقف انتشار المرض، كما يحتاج حوالي 80% من أطفال اليمن إلى مساعدات إنسانية فورية. وأكد أن الأزمة اليمنية تطالب استجابة لم يسبق لها مثيل، لافتا إلى أن الوكالات الثلاث عملت من أجل إنقاذ الأرواح والتحضير لحالات الطوارئ في المستقبل، داعيا المجتمع الدولي لمضاعفة دعمه للشعب اليمني، مالا في ان الكارثة التي يشهدها ستستمر في ازهاق الارواح وتترك اثارا وخيمة على الاجيال المقبلة وعلى البلد لسنوات قادمة.